ما السنة في المداومة على صلاة الضحى؟ السنة أن يصليها في غالب أيامه، وسنة الضحى سنة مطلقة ليست من السنن المؤكدات كالرواتب، ولا سيما ركعة الفجر وصلاة الوتر. فقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعة الضحى كما رأت هي، دل على أنه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، وإنما حثنا عليها بقوله كما حثنا عليها أحيانا بفعله، فهي من السنن التي تفعل غالبا وإن تركها بعض الأيام حتى لا يظن فيها أنها مؤكدة، فهذا الأولى والله أعلم.